اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناه عالم امين. ان شاء الله تكونوا بخير. في الفيديو هذا بشارككم تجربتي مع شركه سيداروف اللي هي قدمت لي مجانا لوجو انترو وكوفرتور للقناه، كل هذا مجانا وبطريقه احترافيه. فرصه للبدء باحتراف. ورجعنا من جديد، ان شاء الله يكون عجبكم الانترو الجديد الخاص بقناه عالم امين، كذلك هوني غلاف القناه واللوجو. كل هذا واكثر من موقع سيداروف. ان شاء الله نشوفوا طريقه طلب هذه الخدمه بطريقه مجانيه. ان شاء الله نشوف اكثر تفاصيل في هذا الفيديو، لكن قبل ما تنسوش الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد يخص العمل والربح من الانترنت من قناه عالم امين. كل التفاصيل وكل المواقع والصفحات تلقاوها في الموقع، في المقاله اللي انا كنت كاتبها تلقاوها في صندوق الوصف. وهذه هي المقاله اصدقائي، انترو ولوجو وغلاف يوتيوب احترافي مجانا، تجربه ناجحه مع شركه سيداروف. ان شاء الله كما قاعدين تشاهدوا حتى الصوره مصغره للخاصه بالفيديو من هذا الموقع من هذه الشركه الممتازه. باش نشوفوا كذلك كما قلت لكم عن اللوجو. هذا اللوجو الخاص بي معناتها اصبح HD اكثر وضوح، كذلك هذا الغلاف والكوفرتور الخاصه بالقناه. هوني الانترو كما شاهدتوه في بدايه الفيديو، وهذه كل الروابط الخاصه بهذا الموقع الممتاز. عندنا هوني الصفحة الرسمية الخاصة بهم على الفيسبوك، كذلك هذا الموقع الرسمي والايميل لاستلام الخدمة اللي انت طلبتها بطريقة مجانية، وان شاء الله نشوفوا اكثر تفاصيل. على كل، نمشيوا الان للموقع الرسمي الخاص بسيداروف. هو موقع مختص في انشاء المواقع، اللي يحب يقوم انشاء موقع يقدر يتصل بهم عبر صفحة الفيسبوك ولا الايميل ولا حتى الموقع. كذلك يقوم بانشاء لوجو وكوفرتور غلاف يوتيوب وانترو والعديد من الامور والعديد من الخدمات في هذا الموقع الممتاز. شكرا سيداروف على هذه الخدمه المجانيه. على كل، تجمو تشوفوا الموقع واكثر تفاصيل. على كل، الان نمشيو للصفحه الرسميه الخاصه بهم. ما تنساوش تعملوا جيم على هذه الصفحه، وكذلك مع السلوغان والكلمه كما قاعدين نشادوا جاست بيرفكت، حاجة ممتازة جدا. أنا شخصيا السلوغان هذا يعجبني طريقة ممتازة. على كل، سامحوني الشروط، احنا قلنا هذا الكل بطريقة مجانية، لكن يلزم تساهم في إشهار لهذا الموقع. على كل مثال، أنت معناتها تروج لهذه الصفحة ولا لهذا الموقع، يقدم لك الموقع كما قلنا الخدمات المجانيه، لوجو ولا انترو ولا كوفرتور. مثال معناتها تنسخ الصفحه هذه والموقع وتروجوا على حسابك الشخصي وفي الجروبات ولا حاجه كي هكا، وتاخذ خدمه من ثلاثة خدمات اللي قلت لكم عليها. كذلك تقوم بانشاء فيديو تتحدث على هذا الموقع المميز، وإلا تقوم بكتابة مقالة في الموقع الخاص بك. إذا كان عملت ثلاثة شروط، تقدر تاخو اللوجو والإنترو والكوفرتور بطريقة مجانية. أصدقائي، ما عليكم إلا تتواصلوا مع هذا الموقع مع عبر الفيسبوك. تواصل الدعم متاعها ممتاز جدا، والطلب الخاص بيك ينفذ في وقت قصير. وكما قلت لكم يعني تقدم له المقترح الخاص بيك ويقوموا به بأسرع وقت، بتعطيهم التفاصيل يغيروا في أي وقت كان. يعني دعم ممتاز ورحابة صدر غير عادية من هذا الموقع الممتاز. الآن باش نوريكم انتروات كان قام بهم هذا الموقع. Acceptance.
كما قاعدين نشاهدوا أصدقائي، هذوما انتروبات ممتازة واحترافية بطريقة مجانية، تقدروا تقولوا على الانترو هذا ويقوم بالتعديل وبتغيير أي حاجة كانت في هذه الانتروات. كذلك موجود نماذج أخرى ممتازة، والمميز في هذا الموقع كونه يقدم لك معناتها انتروات ما همش موجودين في معناتها عبر الانترنت كما يعملوا الشركات الأخرى والمواقع الأخرى، اللي هما ياخذوا النسخة ويكروها يكروها للناس. هذم انتروات معناتها جدد ومهمش موجودين عبر الانترنت، وان شاء الله يكونوا عجبوكم الانتروات هذوما. الان معليك كما قلت لكم تتواصلوا معاهم وتقوموا بشرط مشروط ولا ثلاثة شروط هذوما باش تقدروا تاخذوا الخدمات هذه الاحترافية بطريقة مجانية. تتواصلوا معهم وعند التواصل وتقدموا المقترحات الخاص بكم والتعديل. في نهاية الأمر تتواصلوا عبر الإيميل لإرسال هذه الخدمة، يعني لمعت جودة الصورة ولا جودة الانترو تكون عبر الإيميل أفضل من اللي يبعثها لك على الفيسبوك، وباش تكون طريقة احترافية. كما قلت لكم احنا الايميل موجود القاوة في المقالة اللي كنت انا كتبها، الان نمشيو للايميل الخاص بي ونشوفوا كيف تتم العملية. كما قاعدين نشاهدوا اصدقائي، هذه المراسلة الخاصة اللي تمت بيني انا وموقع سيدهروف، وهذا الملف تضغط على view file وتحمل الملف الخاص بيك اللي يخص اللوجو ولا الانترو ولا الكوفرتير الخاصة بالقناة الخاص بيك، تحمل وتضعها في القناة. ننصحكم انكم تتواصلوا مع هذا الموقع وتطلبوا الخدمة بطريقة مجانية. شكرا سيدهروف على الخدمة الممتازة من لوجو وانترو وكوفرتير. الله يوفق هذا الموقع ونتمنى له التوفيق والنجاح، وكذلك نتمنى التوفيق والنجاح للجميع بإنشاء قناة والبدء والربح إن شاء الله من جوجل أدسنس. احنا إن شاء الله باش نشرح الأمور هذه الكل، يعني البدء باحتراف، يمكن تاخذوا اللوجو والإنترو والكوفرتير بطريقة مجانية، لأنه في مواقع الخدمات المصغرة مثل الخمسات ولا فايفر ولا أي موقع كما هكا، أنك تطلب خدمة لوجو ولا إنترو ولا كوفرتير يطلب عليك $5 أقل شيء. هذه فرصة للجميع لطلب هذه الخدمات بطريقة مجانية. إن شاء الله ننطلقوا بطريقة احترافية، وإن شاء الله يكون اللوجو والإنترو والكوفرتير طالع خير علينا وعلى الجميع. ان شاء الله نتقابلوا في فيديوهات قادمة تخص العمل ورفع الانترنت، والله يوفق الجميع. الى اللقاء.